تتوسع دائرة استعمال السيارة الكهربائية عبر العالم وترتفع معها حدة المنافسة والحرب المستعرة بين عمالقة صناعة المركبات في سباق محموم لكسب طالعة التحول نحو السيارة الصديقة للبيئة نمو هائل جعل عديد الدول تتسابق من أجل إنتاج وتطوير سيارات تكون أفضل وأكثر ديمومة من سابقاتها ولا يقتصر الأمر على طراز واحد فكل دولة أعلنت عن نيتها إنتاج أنواع مختلفة من المركبات الكهربائية حرب على سوق مرشح أن تتجاوز قيمته تريليون ومائتي مليون دولار في غضون السنوات الست المقبلة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وغارمها الصيني كون شركات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من بين أحدث الوافدين إلى السوق المزدحمة بشكل متزايد بإعلان عملاق الاتصالات الصيني هواوي خططا لصنع مركبات كهربائية بنهاية العام الجاري لينافس بقوة عملاق التكنولوجيا الأمريكي آبل الشركة الأكثر قيمة في العالم التي اتخذت خطوة متقدمة في مجال تصنيع السيارات التي تصدرت به قائمة الأكثر متابعة بخصوص التكهنات حول شركائها المحتملين للمشروع. وتنافس أبل مشاريع أمريكية أخرى على غرار ألفابات المجموعة الأم لمحرك البحث جوجل ضمن مشروع يهدف لتصميم بطارية جديدة بتكلفة قليلة وطاقة كبيرة تزيد من المسافة التي يمكن للسيارة قطعها سباق محموم بين شركة والدول يرسم لثورة خضراء في مجال صناعة السيارة الماضية قدما إلى الأمام والتي تكتسب قوة دافعة يوما بعد يوم